الخامسة من العاصمة طرابلس نشرت الأخبار والبداية بأبرز الأنباء. الجزائر تبلغ مصر رفضها التدخل العسكري والدولي في ليبيا. الحكومة السودانية تؤكد دخول قوات تابعة للجيش المصري إلى منطقة العوينات في الجنوب الليبي. سرايا الدفاع عن بنغازي تنفي حدوث أي اشتباكات بينها وبين الكتيبة 604 وتؤكد أن هدفها العودة إلى بنغازي. أهلا بكم مشاهدينا. أبلغت الجزائر مصر رفضها تدخلها العسكري هي ودول أخرى في ليبيا بعد توفر معلومات استخباراتية تفيد بتدخل عسكري واسع لمساعدة مجرم الحرب حفتر لإخضاع المدن الليبية الرافضة له. مصدر سياسي جزائري قال للعربي الجديد إن اجتماعا عقد مساء الثلاثاء ضم المبعوث الأممي مارتن كوبلر وسياسيا جزائريا لم يذكر اسمه وسفير تونس عبد القادر حجار خصص لمناقشة تطورات الملف الليبي بعد القصف المصري على درنا والجفرة. المصدر قال إن محاولة تطوير الموقف المصري المدعوم من دول أخرى للتدخل في ليبيا موجه في الأساس ضد المجهود الجزائري ويتناقض مع التوافقات السياسية التي انتهى إليها اجتماع دول الجوار الليبي. قال عضو مجلس النواب المنحل مصطفى بوشاغور إن الاعتداء المصري على درنا هو اختراق واعتداء على السيادة الليبية من قبل مصر. بوشاغور وعبر صفحته الشخصية على فيسبوك قال إن مصر أعلنت الحرب على ليبيا بقصف طائراتها لمدينة درنا بأعذار واهية حسب قوله بعد تدمير للمقدرات الليبية دام أكثر من 3 سنوات عبر دعم حفتر بالسلاح والمساعدات العسكرية منوها لدخولها المباشر بقتل الأبرياء وتدمير المدن عبر القصف الذي تنفذه طائراتها. ودعا بوشاغور إلى رفع دعوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمعاقبة النظام المصري على حد قوله. أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا مختلفة لأثار الدمار الناجمة عن قصف الطيران المصري للأحياء السكنية بمدينة درنا بدعوى مكافحة الإرهاب. الصور أظهرت دمارا واسعا في الأحياء السكنية شملت منازل المواطنين والممتلكات الخاصة إضافة إلى أنها خلفت عددا غير معروف من الجرحى نقلوا على إثرها إلى المستشفيات. يشار إلى أن الطيران المصري يقصف الأحياء السكنية بدرنا لدعم ميليشيات مجرم الحرب حفتر في حملته العسكرية على المدينة. قال عدد من المحللين والباحثين إن دوافع قصف القاهرة لليبيا هو دعم لمجرم الحرب حفتر وصرف للنظر عن إخفاق السلطات المصرية في حل المشاكل الاقتصادية ومكافحة التنظيمات الإرهابية في مصر. وكان أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية محمد هنيد قد قال إن القصف مخطط له منذ فترة سابقة فيما أبدى محللون آخرون استغرابهم لقصف مواقع داخل مدينة درنا.
هذا وشنت مروحيات تابعة لمجرم الحرب حفتر غارة جوية مساء الثلاثاء على منطقة الدار الحمر جنوب درنا، وذلك حسب مصدر من مجلس شورى المدينة. المصدر أوضح في تصريح للتناصح أن الغارات لم تسفر عن أي قتلى أو جرحى في صفوف المجلس، مؤكدا أن القصف استهدف أماكن مفتوحة بالمنطقة. هذا وكان الجيش المصري قد أعلن أنه سيواصل ضرب أهداف داخل الأراضي الليبية انتقاما لحادثة الهجوم على الأقباط في المنيا على حد زعمه. وكان وزير الدفاع المصري قد أعلن أن الضربات التي نفذتها طائراتهم في ليبيا حققت أهدافها، وعلق صبحي على قصف الطائرات المصرية لمدينة درنا على مدى الأيام الماضية بالتعاون مع مجرم الحرب حفتر قائلا إن قيام قواتهم بهذه الضربات حق أصيل للدولة المصرية ضد كل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وسلامة أراضيه وفق زعمه. هذا وقالت مصادر مطلعة من المنطقة الشرقية إن قوات مصرية خاصة وصلت إلى معسكر جنوب القبة لاجتياح مدينة درنا. القوات شملت وحدات خاصة ووحدات للمظلات والاستخبارات العسكرية المصرية، وذلك للقيام بعملية برية واسعة بمساندة طائرات حربية مصرية في عملية أطلق عليها الناصر واحد وتهدف إلى اجتياح مدينة درنا بطلب من مجرم الحرب حفتر. هذا وأدانت حكومة الإنقاذ الوطني الأربعاء الغارات الجوية لنظام السيسي على مدينتي درنا والجفرة، واعتبرتها انتهاكا للسيادة الوطنية. ودعت حكومة الإنقاذ في بيان لها، دعت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية إلى القيام بمسؤولياتهم للوقف الفوري لهذا العدوان. وطالبت الحكومة الشعب المصري وممثليهم في البرلمان إلى إيقاف هذا العدوان غير المبرر، داعية الشعب الليبي لاستنهاض الهمم وتوحيد الإرادة والوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن. اعتداءات الطيران المصري على الأراضي الليبية تحمل بين طياتها تمهيد الطريق لسيطرة ميليشيات ما يعرف بالكرامة على أجزاء واسعة من ليبيا تمكن من تمرير مخططات إدارة الدولة الليبية من خارج حدودها. المعسكرات اللي خرجت منها واللي بيتم التدريب فيها للعناصر ديت، وأنا بكلمكم دلوقتي، تم توجيه ضربة ليها جامدة جدا. أسد على إخوتي، نعامة أمام أعدائي، أنشودة نشوة الانتصارات في زمن الهزائم، فمن حصار غزة الفلسطينية إلى قصف درنا في الشرق الليبي، تجسيد لمحاولة تصدير مشاكل مصر الأمنية إلى خارج مصر، حيث يسهل تسويق الادعاءات وتصفية الحسابات حول الإرهاب، وحيث يسيل لعاب المطامع المصرية في ليبيا ملطخا ثياب مسؤولين وكتاب صحفيين مصريين على نحو صريح أحيانا وبشكل محتشم في أحيان أخرى. القصف المصري لمدينة درنة ومنطقة الجفرة يعلن بوضوح عن أمر قد دبر بليل يحمل بين طياته تمهيد الطريق لسيطرة ميليشيات الكرامة على أجزاء واسعة من ليبيا تمكن من تمرير مخططات إدارة الدولة الليبية من خارج حدود ليبيا التي أرهقتها الأزمات والمحن فصارت مطمعا للأطماع الإقليمية والدولية. قصف الطيران المصري للمدن الليبية بدأ منذ أمد، حين كان يشار إليه على أنه طيران أجنبي مجهول، لكن اعتراف الحكومة المصرية به في أعقاب اعتداءات متطرفين على أقباط بمحافظة المنيا كان هدفه إصابة هدفين بحجر واحد. أما الأول فتهدية الشارع المصري عقب حادثة مقتل الأقباط المصريين، أما الهدف الثاني فإيجاد مبرر للدعم المفضوح الذي يقدمه النظام المصري لمجرم الحرب حفتر. المحاولات المصرية لدخول حرب عبر وكلائها في ليبيا
لن يمر بسلام، فلن يورث مصر إلا مزيدا من العداوات ومزيدا من الكراهية مع كل هزيمة جديدة تضاف إلى جملة الهزائم السابقة. وفي ذات السياق، قال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال إن الجيش المصري دخل إلى عمق الأراضي الليبية عند منطقة العوينات، وذلك بعد حادثة المنيا الأيام الماضية. وأشار بلال في تصريحات صحفية إلى أن التدخل المصري في الأراضي الليبية شأن يتعلق بليبيا، مضيفا أن السودان تسعى للحصول على تفسيرات من مصر حول حصول المتمردين الذين هاجموا ولايتي شمال وشرق دارفور على مدرعات وأسلحة مصرية. كما استنكر الوزير السوداني توريد الأسلحة إلى الجماعات السودانية المتمردة وميليشيات ما يعرف بالكرامة باعتبارهما يخضعان لحظر تسليح بموجب قرارات الدولية. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني في برنامج الإسلام والحياة على شاشة التناصح، قال إنه من الواجب على كافة الليبيين أن يخرجوا في الميادين وينصروا أهالي درنا وبنغازي ويستنكروا العدوان الأجنبي الذي يريد تدمير البلاد. وعلى أهل كل ليبيا أن يناصروا أهل درنا وأهل بنغازي القلة الصابرة الصامدة التي هي التي تقاتل الإرهاب وهي التي تريد أن تقيم دين الله وشرع الله. واجب شرع على كل مسلم، على كل مرأة، على كل رجل أن يناصر هؤلاء المستضعفين. لا يجوز له أن يتخلى عنهم. على الناس أن يخرجوا في الميادين بالمئات الآلاف بعشرات الآلاف يستنكرون هذا الظلم، يستنكرون هذا الفساد. كيف يستطيع الناس أن يناموا الليل ويركضون في بيوتهم وإخوانهم هكذا تدمرهم قوات أجنبية والعالم أبكم أصم أعمى لا يسمع ولا يرى؟ لو شيء من هذا أقل القليل حصل من المواطنين من أهل الحق ومن أهل الخير أهل الدين لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها ولا استدعوا مجلس الأمن واستدعوا القوات الأجنبية واستدعوا الظلم من كل جهة ووصفوهم وألقوا عليهم لباس الإرهاب وهؤلاء إرهابيون. لكن هذا الإرهاب الممنهج بالطائرات وبمدافع حفتر المجرمين من كل جهة ومن الإمارات ومن الفرنسيين ومن الأردنيين ومن كل الأمم التي تكالبت علينا، هذا كله لا يحرك المجتمع الدولي ولا يحرك كوبلر ولا غيره ولا يحرك ساكنا. مفتي البلاد أشار إلى أن تهمة الإرهاب التي يستغلها مجرم الحرب حفتر ستلاحق كافة المدن الليبية في حال صمتها عن جرائمه في مدن الشرق. وعلى كل الناس الذين يعني يحسون بمسؤولية الوطن ومسؤولية الدين ويخافون على أنفسهم عليهم أن يناصروهم. وإن هذا الذي يحصل لأهل درنا إذا سكت الناس عنه فسيأتيهم جميعا، لأن هذه الكلمة كلمة إرهاب ولا يعجز أحد أن يلقيها على أحد. يعني كل من يريدون أن يدمروه ويدمروا مدينته سيقول أن هناك مراكز إرهابية في مصرات أو مراكز إرهابية في تجور أو مراكز إرهابية في الزنتان، ويرسلون الطائرات. ثم بعد ذلك تجد من يتشفى فيكم كما أنتم الآن تسكتون وتنظرون ولا تدافعون عن إخوانكم. المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه، المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه، كيف تسلمونهم؟ فإنكم آثمون بسكوتكم عن هذا الظلم. أين المجتمع الدولي؟ أين الدول الإقليمية؟ أين الدول المجاورة؟ يعني كيف يقولون في كل يوم هم يصرحون ويقولون لا نريد تدخل أجنبي في ليبيا؟ إذا اللي يحصل هذا من السيسي ومن حكام مصر ما هو هذا؟ ليس تدخل، تدمير مدينة، ناس آمنين بالطائرات ودك الآن على مدى أسبوع، ماذا يسمى هذا؟ في سرت نفت وكالة بشرى الجناح الإعلامي لسرايا الدفاع عن بنغازي، نفت وقوع أي اشتباكات بين السرايا والكتيبة 604 في سرت. وكالة بشرى وعبر موقعها الرسمي قالت إن سرايا الدفاع لا زالت تحافظ على تمركزاتها، منوهة إلى أن هدفها هو فقط إرجاع أهالي بنغازي المهجرين إلى ديارهم.
يشار إلى أن مواقع تواصل اجتماعي ووسائل إعلام تابعة لما يعرف بالكرامة تناقلت إشاعات تفيد بحدوث اشتباكات بين السرايا والكتيبة 604. رصدت قوات البنيان المرصوص الأربعاء تحركات لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بضواحي مدينة سرت. الناطق باسم الغرفة العميد محمد الغصري قال في تصريحات صحفية إن ما يعرف بتنظيم الدولة يتحرك عناصره في أماكن متعددة جنوب سرت وفي وادي جارف وبضواحي بني وليد وطريق أبو نجيم والفوار وزكير. أبدت سرايا الدفاع عن بنغازي دعمها وتأييدها لبعض ما جاء في بيان قبيلة العواقير الذي وصفته بالخطوة الجيدة، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على المصالحة الوطنية وأن حربها ليست ضد قبيلة بعينها. سرايا الدفاع وفي بيان لها أعربت عن أسفها الشديد لما جرى في العاصمة طرابلس وما يحاك من مؤامرات ضد ثورة فبراير، داعية كل الثوار إلى حل مشاكلهم بالحوار وإخلاص النوايا والتفطن لما يحاك من قبل من وصفتهم بالانقلابيين حسب البيان. ودعت سرايا الدفاع كل ثوار ليبيا إلى رص الصفوف وجمع الكلمة ورأب الصدع والعمل الجاد للدفاع عن ثورة فبراير. استنكر مجلس البحوث الشرعية بدار الإفتاء الاعتداء الآثم على مقر الدار معتبرا أنه وصمة عار في تاريخ هذا البلد الذي عرف على مدى العصور بتوقير أهل العلم وحفظ مكانتهم. المجلس وفي بيان أصدره الأربعاء قال إن دار الإفتاء مؤسسة شرعية تدعو إلى الله على بصيرة وتقوم بالواجب المنوط بها بحكم القانون على وجه قل نظيره في دور الفتوى في كثير من بلاد المسلمين، منبها إلى أن السكوت على هذا البغي والظلم مؤذن بالعقوبة الإلهية، كما حذر كل من شارك في هذا الاعتداء من انتقام الله، معتبرا أن الاعتداء لن يسكت صوت الحق ولن يثني دعاة الهدى عن أداء رسالتهم والقيام بما أوجبه الله على أهل العلم. نبهت هيئة علماء ليبيا عامة الناس إلى حرمة المساس بأهل العلم وإيذائهم بالقول فضلا عن التعدي عليهم إلى ما فوق ذلك. الهيئة في بيان لها بشأن الاعتداء على دار الإفتاء أشارت إلى أن الدار أنشئت بعد عقود من تغييبها قسرا وصارت مرجعا للناس في أمور دينهم، وذكرت المسؤولين في الدولة بواجبهم في حماية مؤسساتها وكف أيدي العابثين عنها، ودعت الإعلاميين والمدونين وأصحاب الصفحات أن يتقوا الله في دين الناس وألا تحركهم المصالح الضيقة والأجندات المشبوهة حسب البيان. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده. المجلس المحلي درنا ينظم مسابقة رمضانية رياضية بنادي الإفريقي بالمدينة.
أهلا بكم من جديد. اعتقلت الشرطة المصرية القائمة بالأعمال السابق في السفارة الليبية بالقاهرة محمد صالح الدرسي عقب نشوب مشاجرة بينه وبين دبلوماسيين ليبيين بشارع جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال مصدر الأربعاء إن الشرطة المصرية أوقفت محمد صالح الدرسي وباقي الدبلوماسيين في قسم شرطة العجوزة، مشيرا إلى أن بعض الدبلوماسيين نقلتهم الشرطة المصرية إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي. وجهت لجنة أزمة الوقود والغاز الخميس نداء إلى المجالس البلدية بمناطق الجنوب الليبي وجميع الأجهزة الأمنية بعد تعذر نقل الوقود لمستودع سبها النفطي. اللجنة طالبت المسؤولين بتوفير الحماية اللازمة لسائقي شاحنات الوقود التابعين للجمعية العربية لنقل النفط ومشتقاته لاستئناف العمل بشحن كميات الوقود والغاز لمستودع سبها النفطي عبر مستودع مصراتة. وأكدت أن ما حدث خلال المدة الماضية من اشتباكات بالجنوب لا يتحمل مسؤوليته سائقو الشاحنات المكلفون بنقل مخصصات الجنوب من المحروقات. وفي شأن آخر، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن تنفيذ منشور هيئة الرقابة الإدارية القاضي بسداد قيمة السلع والخدمات المقدمة داخل ليبيا بالدينار الليبي فقط يتعارض مع طبيعة عمل شركات النفط والغاز والظروف الصعبة والمختنقات المالية التي يمر بها القطاع. صنع الله أكد خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي محمد حسن أن وضع الشركات العاملة في قطاع النفط يعتبر وضعا خاصا يجب معالجته بطريقة مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم بحث آلية سداد مستحقات الموردين والمقاولين المحليين بالعملة الأجنبية من قبل المختصين من الطرفين. قال مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني إن السلع التموينية المتعاقد عليها لصالح الجمعيات الاستهلاكية ومراكز البيع بأسعار التكلفة بدأت في الوصول تباعا إلى مخازن ميناء طرابلس البحري. وطالب الشيباني في تصريح صحفي الأربعاء طالب المواطنين بالإسراع في التسجيل بالجمعيات، مشيرا إلى أن الصندوق حدد الثامن من شهر يونيو المقبل موعدا نهائيا لقفل التسجيل والبدء في توزيع الدفعة الأولى من السلع التي وصلت لمخازنه، مضيفا بأن الصندوق حدد سقف التسجيل بالجمعيات ب400 كتيب لكل جمعية، وأشار إلى أنه سيعلن عن أسعار بيع السلع للمواطنين عبر قنوات الإعلام المختلفة بعد تحديدها من قبل الصندوق. تدني مستويات إنتاج القمح في ليبيا إلى مستوى لا يتعدى 250,000 طن سنويا دفع بالدولة إلى استيراد نحو 90% من حاجتها من القمح لسد العجز في إنتاج الدقيق السلعة الغذائية الأهم بالنسبة للسكان. تدني مستويات إنتاج القمح في ليبيا إلى مستوى لا يتعدى 250,000 طن سنويا دفع بالدولة إلى استيراد نحو 90% من حاجتها من القمح لسد العجز في إنتاج الدقيق السلعة الغذائية الأهم بالنسبة للسكان. في ليبيا التي تعاني من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، يبدو ألا أحد من المسؤولين في الدولة الليبية يولي اهتماما بالزراعة بعد أن تدنت مستويات الإنتاج المتوقعة من القمح، وهو السلعة الاستراتيجية لغذاء عامة السكان في البلاد، إلى نحو 10% من الاستهلاك المقدر بنحو 1.25 مليون طن من القمح. وتشير مصادر محلية أن عمليات الاستيلاء على الأراضي وتجريفها وتحويلها لأغراض أخرى غير زراعية
إضافة إلى الصراعات المسلحة وانعدام الدعم الحكومي الراجع إلى شح الموارد المالية للدولة، قد أدى كل ذلك إلى تراجع الإنتاج الزراعي، خصوصاً إنتاج القمح. وبسبب تدني مستويات إنتاج القمح في السنوات السابقة إلى مستويات لا تتعدى 250 ألف طن سنوية، فقد اضطرت البلاد إلى سد العجز في إنتاج الدقيق إلى استيراد نحو 90% من القمح من الخارج، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى امتلاك الدولة 40 ألف هكتار كمشاريع زراعية مخصصة لإنتاج الحبوب، لكن لا يستغل سوى 10% منها منذ 5 سنوات في ظل عمليات التعدي على أراضي المشاريع الحكومية والاستيلاء على معداتها. وفقا للبيانات الرسمية، فإن الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا تعادل 2.7% من إجمالي مساحة البلاد، ويعمل أكثر من 100 ألف مواطن في الأنشطة الزراعية، إلا أن تدني مخرجات القطاع الزراعي فرضت على الدولة سد العجز من السلع الغذائية بالاستيراد من الخارج وتوفير الدعم السلعي 12 سلعة أساسية، لكن تردي الأوضاع الاقتصادية وتهاوي أسعار النفط إلى النصف أدى إلى تقليص ذلك الدعم بشكل كبير. أعلن مصرف ليبيا المركزي الخميس عن إرسال شحنة مالية إلى مدينة سبها لتوزيعها على المصارف التجارية وفروعها بالمنطقة الجنوبية. المصرف على صفحته الرسمية أكد أن الشحنة الموجهة إلى مصارف الجنوب الأربعاء ستمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك حسب تعبير المصرف. يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد تسلم الخميس الماضي شحنة مالية مقدارها 300 مليون دينار ليبي قادمة من بريطانيا. انطلقت بسرت الأربعاء حملة نظافة واسعة في نطاق البلدية برعاية المجلس البلدي سرت وبالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة العامة وبمساهمة عدد من شباب المدينة. المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي سرت محمد لميل قال إن الحملة ستتواصل عدة أيام، وأن المجلس وفر الإمكانيات والمعدات الخاصة بعمليات التنظيف ونقل القمامة وكتابة لافتات وشعارات توعوية للمواطنين والشباب بانطلاق الحملة. وأوضح لميل بأن المرحلة الأولى تستهدف نظافة أماكن تجمعات القمامة ومخلفات وتراكمات المباني جراء حرب التحرير وتهذيب الحدائق العامة وتقليم الأشجار. نظم المجلس المحلي في مدينة درنا مسابقة رياضية لكرة القدم بنادي الإفريقي فترة شهر رمضان المبارك، حيث استهدفت المسابقة القطاعات الخدمية بالمدينة، وقد تم تشكيل عدد من الفرق للتنافس والحصول على لقب الدوري وسط الأجواء الرمضانية. وتهدف المسابقة بحسب القائمين عليها إلى إخراج الموظفين من أجواء العمل النظامية ولم الشمل في رمضان كبادرة هي الأولى من نوعها. المباراة الأولى لبطولة دوري قطاعات المدينة، وذلك بتنظيم وإشراف المس المحلي درنا. ونحن القصد من هذه البطولة إخراجهم إلى أجواء المنافسة والرياضة، وفعلا وبالرياضة تلم الشمل وتحتضن الجميع. اليوم أولى مباريات الدوري قطاعات مدينة درنا شهر رمضان المبارك 2017. طبعا هذا الدوري بتنظيم من المجلس المحلي مدينة درنا، ويشارك فيه العديد من القطاعات الخدمية في مدينة درنا، وهو الغرض من الدوري هو الترفيهي بالدرجة الأولى، ويكون فيه المشاركات من الفرق العاملة في مدينة درنا. أما الآن مشاهدينا فجولة في أحوال الطقس. Thank you.
الآن مشاهدينا فتذكير بأبرز عناوين النشرة. الجزائر تبلغ مصر رفضها التدخل العسكري المصري والدولي في ليبيا. الحكومة السودانية تؤكد دخول قوات تابعة للجيش المصري إلى منطقة العوينات في الجنوب الليبي. سرايا الدفاع عن بنغازي تنفي حدوث أي اشتباكات بينها وبين الكتيبة 604 وتؤكد أن هدفها العودة إلى مدينة بنغازي. المجلس المحلي درنا ينظم مسابقة رمضانية رياضية بنادي الإفريقي بالمدينة. مشاهدينا ومستمعينا طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.